بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 80 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم بتوقيع إحدى الأخوات، تقول لام عين غين. أختنا تسأل وتقول: في أي موضع من صلاة الاستخارة يكون الدعاء؟ وهل لصلاة الاستخارة وقت معين من النهار أو الليل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. صلاة الاستخارة مشروعة عندما يريد الإنسان أمرا من الأمور أو مشروعا من المشاريع ويشكل عليه المضي في هذا الأمر أو تراجع عنه، إنه يشرع له حينئذ أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا فرغ منهما يدعو بدعاء الاستخارة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، أنت علام الغيوب. اللهم إن كان في هذا الأمر ويسميه خيرا، خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاقدره لي، وإن كان في هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا هو دعاء الاستخارة. وأما متى يصلي صلاة الاستخارة فلا تحديد لوقتها، وإنما يكون ذلك عند حاجته إليها، ما تحتاج إليها التبس عليه الأمر فإنه يصلي هذه الصلاة ويدعو بعدها هذا الدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أخ لنا في الله مرماح، هو بداح دبيان والعمر 33 سنة. يقول: أعرفك يا فضيلة الشيخ بأني أنا إنسان أريد الحج، ولكني ضعيف الحيل والصحة، وأعاني من دوار في الرأس ولا أستطيع الزحام. هل يجوز لي أن أدفع مبلغا من المال إلى أحد ما لكي يؤدي عني هذه الفريضة، أم كيف أعمل؟ جزاكم الله خيرا. إن كان حجك هذا حج الفريضة لم تحج قبله، فإن كان هذا المرض الذي معك ولا تستطيع السفر إلى الحج بسببه، إن كان مستمرا ومرضا مزمنا لا يرجى له شفاء، فإنك توكل أو تنيب من يحج عنك، ولا بأس أن تدفع له من المال ما يستطيع به أن يسافر إلى الحج وينفق فيه على نفسه وما تدعو الحاجة إليه، إما بأن تعطيه تكاليف السفر أو أن تعطيه مبلغا من المال يأخذه وينفق منه. أما إذا كان بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه أولا، أما إذا كان هذا المرض مرضا عارضا يرجى أن يزول فإنك تنتظر إلى أن يزول بإذن الله ثم تؤدي الحج، لأن وقت أداء الحج موسع الحمد لله، ولا سيما وأنك كما ذكرت في الوقت الحالي لا تستطيع السفر للحج، فإنك تنتظر إلى أن يزول هذا العذر وتباشر الحج بنفسك مهما أمكن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني بالشيخ صالح يقول إن أخانا يجب عليه أن يبحث عن أسباب للعلاج، لعل الله سبحانه وتعالى يمكنه من الحج وغيره. نعم، لا شك أنه مطلوب منه أن يبحث عن علاج مفيد بإذن الله عند الأطباء المستشفيات، لعله يعثر له على علاج يزيل عنه هذا المرض. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
إحدى الأخوات المستمعات خصتكم بهذه الرسالة شيخ صالح، فتقول المرسلة ها ألف من الرياض لها قضية مطولة بعض الشيء تقول فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، إلى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إنني فتاة أبلغ من العمر 27 عاما، ومشكلتي إنني دائمة الحزن والبكاء بسبب أو بغير سبب، وأفكر في الموت دائما وفي اليوم الآخر وفي الحساب والجزاء والجنة والنار، وأخاف من الله ومن عقابه، مع أنني لم أرتكب ذنبا ولله الحمد، وأنا والحمد لله محافظة على الصلوات الخمس وسائر العبادات، وأنا حاليا لا أفكر في الزواج ولا أرغب في ذلك، ولكن أمي تغضب علي بسبب ذلك وتقول لي أريد أن أرى أبنائك قبل أن أموت، وكلامها هذا يحزنني كثيرا، فأنا لا أريد أن أبتعد عن أمي، وقد تقدم لي أشخاص متعددون ولكني أرفضهم لأنهم ليسوا أكفاء، هل الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبني على ذلك؟ وهل أنني إذا صبرت واحتسبت الأجر من الله سوف يجازيني على صبري؟ أرجو من فضيلتكم التوجيه والنصح وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكلة هذه السائلة مشكلة يعاني منها كثير من الشباب والشابات، وهي مشكلة الأوهام. فهذه أمراض وهمية تصاحب الشباب والشابات، فعليها أن تراجع الأطباء النفسيين لعلها أن تعثر على علاج، ولكن قبل ذلك تستعمل العلاج الرباني وهو التعوذ من الشيطان واستعمال الاتيان بالأوراد الشرعية في أول الصباح في أول المساء، أن تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، وتكرر قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات، وتدعو بأن يعافيها الله، وتأتي بالتعوذات الشرعية، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، وتكثر من قراءة القرآن، فإن هذا يذهب عنها هذه الأوهام بإذن الله. والأمر الثالث الزواج، تبادر إلى الزواج ولا تمانع إذا تقدم لها كفء، والكفاءة بحسبها في كل زمان. الله المستعان. إذا تقدم لها من يحافظ على الصلاة ومن هو متمسك بدينه فلتبادر إلى الزواج منه، ولو كان عنده بعض النقص أو بعض المعاصي، فإن الحصول على زوج متكامل من كل النواحي هذا لا يمكن أو نادر الحصول، ولكن تختار الأمثل فالأمثل، وما قالته والدتك هو حق، الحق معها في ذلك، فإن الفتاة ليس لها إلا الزواج والمبادرة بالزواج لما في الزواج من المصالح الدينية والدنيوية، وقد يكون سببا بإذن الله لذهاب هذه الأوهام وهذه الوساوس. فتوكلي على الله وأقدمي على الزواج مع استعمال ما ذكرته لك من الأوراد الشرعية والأكثر من تلاوة القرآن ومراجعة الأطباء النفسانيين لعلهم أن يعثروا على علاج مفيد، فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وهذا من الأسباب النافعة بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني فهمت منكم فضيلة الشيخ صالح أن المثالية صعبة المنال في هذه الأيام. نعم، المثالية الكاملة أن يكون الإنسان كاملا من كل وجه هذا صعب المنال، لا بد من النقص، ولكنه نقص دون نقص. نعم نعم. فما دام الإنسان متمسكا بدينه ومقيما للصلاة فهذا هو الأصل. طيب. والأساس، وما يحصل من النقص فربما أنه يزول بإذن الله وأنه يتوب منه في المستقبل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لعل في الإعادة إفادة، إذا ما طلبت منكم أخت لكم في الله قائمة تضعها كشروط عند إقدامها على الزواج، ماذا تقولون لها؟ أن تبادر، نقول لها بالمبادرة. طيب. وعدم تأخير الزواج. طيب. بحجة
الدراسة أو بحجة العمل الوظيفي أو بحجة الحصول على الزوج المثالي، كل هذه حجج لا ينبغي أن تكون في طريق الزواج. طيب. ينبغي أن يبادر بالزواج. والأمر الثاني أن تختار الزوج المناسب لها، المناسب لها في دينه وفي خلقه، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. في دينه بأن يكون مستقيما على الدين، سليم العقيدة، محافظا على الصلاة، وتمسكا بدينه، وكما ذكرنا ولو لم يكن كاملا من كل وجه، وإن كان عنده بعض القصور. نعم. أو بعض النقص. نعم. فهذا يمكن تلافيه بإذن الله بالمستقبل. هذا هو الذي أنصح به كل فتاة مسلمة. طيب. والأمر الذي لا بد منه ملازمة الحياة والعفة والستر. طيب. والتأدب بآداب الشرع، والحذر ممن خرطت فيه كثير من الفتيات في هذا الوقت من التبذل وعدم الحياة أو قلة الحياة والتجوال في الأسواق وما أشبه ذلك مما لا يتناسب مع الفتاة المسلمة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نحاول بقدر الإمكان فضيلة الشيخ صالح أن نجمع أطراف هذا الموضوع، هل من كلمة لأولياء الأمور حول هذا الموضوع أيضا؟ أولياء الأمور استرعاهم الله، أولياء أمور النساء استرعاهم الله عليهن. طيب. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب. والله استرعى أولياء أمور النساء عليهن في النظر في مصالحهن وفي تأديبهن وإلزامهن للآداب الشرعية، وكذلك استرعاهم الله عليهن باختيار الأزواج الأكفية لهن حسب الإمكان. طيب. طيب. وألا يجعل الفتاة التي تحت ولايته سلعة يتحكم فيها، إن كانت موظفة فإنه يؤخر زواجها من أجل أن يستغل وظيفتها، أو يؤخر زواجها من أجل المغالاة في مهرها والحصول على مهر أكبر، أو ما أشبه ذلك من العراقيل التي سدت أو كادت أن تسد طريق الزواج، أو ما يفعله بعض القبائل من تحجير النساء إلا على أشخاص معينين من قبيلتهم، فهذا ظلم للمرأة. المرأة تزوج من قبيلتها أو من غير قبيلتها. طيب. طيب. ولا تزوج إلا باختيارها ورضاها. طيب. طيب. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتها عند زواجها، لأنها هي طرف في القضية. نعم. نعم. فلا بد أن يؤخذ رأيها، إلا إذا كانت لا رأي لها أو كانت لا تعرف مصالحها، فولي أمرها ينظر في مصالحها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثها مستمع يقول: أبو نجاة، يسأل أخونا ويقول: هل يجوز للرجل الأجنبي أن يبدأ المرأة بالسلام؟ وهل عيادة المريضة الأجنبية من قبل الرجل جائزة أم لا؟ نعم، الرجل يسلم على المرأة على وجه لا يكون فيه فتنة ولا خلوة. طيب. بأن يبدأها بالسلام وترد عليه من غير أن يكون هناك أسباب للفتنة. أما إذا كان يخشى من الفتنة إذا سلم عليها، أو هي تخشى من الفتنة إذا ردت عليه، أو كان سلامه ليس لأجل السنة وإنما لأجل توصل إلى مكالمتها وفتح الحديث معها، فإنها لا ترد عليه. هذا ينظر فيه إلى الأحوال والقرائن. طيب. طيب. وكذلك عيادة المرأة المريضة لا بأس بذلك، لأنها أخت في الإسلام. طيب. لها حق، وعيادة المريض حق، لكن بالضوابط أن لا يكون هناك خلوة، وأن تكون المرأة متسترة، وأن لا يزاد على الحاجة في الزيارة من السؤال عن حالها. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا في سؤال آخر: حدثونا عن الاستعاذة والبسملة في الصلاة، وما حكمهما؟ وهل يجهر بهما أم يسر بهما؟ وهل تركهما يبطل الصلاة؟ الاستعاذة والبسملة في أول الصلاة سنة، من تركهما فصلاته صحيحة، والاستعاذة لا يجهر بها.
أما البسملة إذا جهر بها في بعض الأحيان فلا بأس، الحمد لله، ولكن الأكثر أنه لا يجهر بها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين أنهم يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. طيب. دل على أنهم كانوا يسرون البسملة. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الحلف بالطلاق سرا؟ وإذا لم يكفر الإنسان عن هذه اليمين فماذا عليه؟ هذا سؤال مجمل. أولا، إن كان قصده بالسر أنه تلفظ به ولم يسمعه أحد فإنه يكون له حكم، أما إذا كان قصده بالسر أنه في نفسه ولم يتلفظ به وإنما هو خاطر في نفسه فهذا لا أثر له، يعني حديث النفس لا أثر له. طيب. فلو نوى طلاق امرأته أو طلقها في نفسه وفي نيته ولم يتلفظ فهذا لا أثر له ولا حكم له، قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. طيب. مجرد حديث النفس هذا لا أثر له. أما الحلف بالطلاق وما يترتب عليه فهذا على تفصيل عند أهل العلم، إن كان قصده مجرد اليمين وليس إيقاع الطلاق، إنما قصده مجرد اليمين للمنع من شيء أو الحث عليه فهذا تلزم فيه كفارة يمين على الصحيح. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق إذا حصل الشيء المعلق عليه فإنه يقع عند الجميع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى ليبيا عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول أم أيمن. أم أيمن تسأل سؤالين، في سؤالها الأول تقول: هل إجابة دعوات الزواج واجبة على المرأة، علما بأنها تلاحظ بعض الأخطاء في حفلات الزواج وفي حالة عدم ذهابي قد تحدث مشاكل مع الأهل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الأفضل للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج لحفلات الزواج لما في ذلك من الخطر والفتنة، وإذا كانت المرأة لها أن تصلي في بيتها أفضل من أن تصلي في المسجد كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن تبقى في بيتها ولا تذهب للحفلات من باب أولى، فخير للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج للحفلات، وإذا كان ولا بد من الخروج لما يترتب على الامتناع من آثار سيئة مع الأقارب فإنها تخرج إلى الحفلات بشروط. الشرط الأول أن تكون متحفظة ومتسترة ومتجنبة للزينة والعطور والروائح، والشرط الثاني أن يكون الطريق إلى مكان الحفل سليما من الفتن ومن الأخطار، لأن تصل إلى المكان بدون تعرض لفتنة. طيب. الشرط الثالث أن لا تشتمل هذه الاحتفالات على منكرات، لا تشتمل على منكرات من المعازف والمزامير والمطربين وحصول تهاون النساء بالستر. طيب. والحياء، فإذا تمت هذه الشروط فلا مانع من خروجها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعله من المناسب فضيلة الشيخ صالح أن تتفضلوا ببيان الأشياء التي تباح في الأفراح بالنسبة للنساء. بالنسبة للنساء لا بأس أن يجتمعن مناسبة الزواج في مكان مستور. طيب. أن يجتمعن في مكان مستور، ولا بأس أن يضربن بالدف. طيب. وأن يغنين القصائد النزيهة. طيب. التي ليس فيها تشبيب ولا إثارة للفتنة. طيب. ولا يصحبها آلات له. طيب. ولا تكون بصوت مطرب. طيب. لا بأس بذلك، بل هذا من السنة. طيب. لأنه من إعلان النكاح، وكذلك مما يستحب في النكاح وإعلانه إقامة الوليمة، عمل الوليمة من غير إسراف، فإن عمل الوليمة بمناسبة الزواج من غير إسراف هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وأمر بذلك في قوله لبعض أصحابه لما تزوج: بارك الله لك وعليك وأولم ولو بشات. طيب. أولم ولو بشات. اللهم استعان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تزوج يعمل شيئا من الطعام ويدعو إليه أصحابه، فهذا دليل من السنة على أن الوليمة في الزواج أنها مستحبة. طيب. وأنها من إعلان النكاح، لكن بدون إسراف أو تبذير كما يفعل عند كثير من الناس في هذا الزمان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى
على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.